بسم الله الرحمن الرحيم. شركة المحيط للسياحة في آسيا، نحن في فندق داتاي في جزيرة لانكاوي، نصور فيلا من نوع سوبيريور فيلا. الفيلا تطل على الغابة، هادية مناسبة جدا لشهر العسل. يوجد فيها صالة في الفيلا، يوجد فيها بلكونة تطل على الغابة، ويوجد فيها أيضا سرير صغير في الصالة هنا كسرير إضافي. على حسب كلام المندوب أو المسؤول والمشرف بأنه يتم استخدام هذا السرير كسرير إضافي. وفيها تلفزيون، يوجد تلفزيون في الصالة، ويوجد أيضا بلكونة تطل على الغابة، هي البلكونة تطل على الغابة. هذا النوع من الفيلا يسمى فيلا سوبيريور، تصوير شركة المحيط للسياحة. هنا يوجد نهر صغير، ينبوع صغير قصدي عفوا. هذه هي الفيلا من خارج من البلكونة، فيلا من نوع سوبيريا في فندق داتاي في جزيرة لانكاوي. وهذا هو الحمام، كبير جدا، حجمه أكبر من الغرفة. فيلا من نوع سيبيريا في فندق داتاي في جزيرة لانكاوي، تصوير شركة المحيط للسياحة. طبعا الفيلا على شكل كوخ وتطل على الغابة. هنا شطاف، وهذا هو الحمام. فيلا من نوع سوبيريور، تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا، فندق داتاي في جزيرة لانكاوي. فندق ممتاز، 5 نجوم، من أفضل فنادق لقضاء شهر العسل في مكان